دكتور ميكولا، كيف ترد على هذا الطرح؟ هناك كثير من الأشياء أستطيع أن أردها. بالنسبة لي أهم شيء في رأيي مش مسألة قتل المدنيين، وهي جريمة الحرب، كما ذكر الضيف الكريم أن الصواريخ الروسية هي ذكية وهي غالية وليس من المنطقي وليس من المعقول توجيه هذه الصواريخ الغالية على المباني السكنية بدلا من المرافق العسكرية. ولكن في خلال الهجوم الأسبق شاهدنا أن الإصابة، هناك كانت إصابة في مكانين، في بلدة أوكرانكا وفي مدينة أومان، وكانت تمت إصابة المناطق السكنية فقط، لم تصيب الصواريخ الروسية أي هدف عسكري على الإطلاق، ولم يقتلوا ولو جنديا واحدا، قتلوا فقط المدنيين. هذا في رأيي يشير أولا إلى أن الصواريخ الروسية ليست ذكية جدا، وأن القيادات الروسية أيضا ليست ذكية جدا، إذ أنهم يوجهون الصواريخ على المدنيين. أما سبب أن قتل، مسألة قتل المدنيين بالصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات، أيضا كانت هناك شكوك وحتى في الدول الغربية، قال بعض الأشخاص أن هذا قد يكون هكذا، ودعت أوكرانيا فرق من المحققين الدوليين لتحقيق هذه الأحداث، وهناك نتائج واضحة أن سبب قتل المدنيين هو الصواريخ الروسية، وأحيانا يتم إسقاط الصواريخ الروسية بالدفاع الجوي الأوكراني، ولكن النتائج في مثل هذه الحالات تختلف. يتم قتل أحيانا إصابة شخص أو شخصين بجروح، أحيانا تدمير سيارة أو تدمير مباني خارجية، أحيانا قتل شخص أو شخصين، للأسف الكبير هذا يحدث. ولكن صواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية لا تسبب مثل هذا الدمار ومثل هذا القتل الجماعي. والنظام الدفاع الجوي الأوكراني هو ذكي أيضا، وهو حديث خلاف الأسلحة الروسية التي تهود إلى معظمها إلى العصر السوفيتي. نشهد الآن كيف تجمع روسيا من المخزونات الدبابات المصنعة في السبعينيات وحتى في الستينيات، وترسل هذه المركبات القديمة ليس إلى المدخل ولكن إلى الجبهة، إلى خط القتال. وهذه ربما تلك النقاط ربما هي ليست جوهرية وليست مهمة جدا. المسألة الجوهرية هي طبعا استعداد للهجوم المضاد القادم والقتال. هذا ما تعول عليه كييف؟ نعم، هذا ما تعول عليه كييف؟ نعم، والقتال الذي سيدور في الأشهر وفي الأسابيع ربما القريبة. نعم، روسيا تمتلك. هل تتوقع كييف أن تحسم بهذا الهجوم؟ نعم طبعا. نحن هناك شكل الحسم، إذا كانت الإجابة بنعم، شكل الحسم الذي تتوقعه كييف ما هو؟ هو ماكسيموم تحرير كل الأراضي المحتلة، ووصول الجيش القوات الأوكرانية. هذه رواية عسكرية أم تحليل سياسي؟ عسكرية أو وسياسية في الوقت نفسه، حيث تحدد القيادة السياسية والقيادة العسكرية أيضا هذا الهدف ماكسيموم.